شهدت مدينة إربد الأردنية يوم الاثنين جريمة طعن طالت رجلاً واثنين من أبنائه، مما أسفر عن مقتلهما، فيما نقل الأب إلى المستشفى وهو في حالة حرجة. وقال مصدر طبي أن مستشفى الأميرة بسمة في إربد استقبل 3 أشخاص تعرضوا للطعن، هم أب واثنين من أبنائه، وتم إعلان وفاة الابنين، فيما أدخل الأب إلى وحدة العناية المركزة وهو في حالة خطيرة. ومن جانبه أوضح مصدر أمني أنه ورد بلاغ لمديرية شرطة إربد بوقوع مشاجرة غربي المدينة بين عدد من الأشخاص، حيث تبين قيام أحدهم بطعن 3 أشخاص نتج عنها وفاتين وإصابة 3. ضبطت الأجهزة الأمنية أداة الجريمة التي راح ضحيتها شابين وإصابة والدهما وهي موس قرن الغزال، فيما وضعت الأجهزة الأمنية حراسات على منزل ذوي الجاني وأشقائه. للمغدورين الرحمة ولأهلهم الصبر والسلوان.